الحرب الناعمة هي الحرب الشيطانية التي يشتغل عليها شياطين الإنس وشياطين الجن مع بعض، كما قال الله في القرآن الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحرب هذه الشيطانية خطيرة جدا، ويجب أن يكتسب مجتمعنا اليمني ومجتمعنا الإسلامي بشكل عام المنعة حتى يتحصن منها وحتى ينتبه منها. تستهدف الإنسان استهدافا في كل بكل أشكال الاستهداف داخله، وتحدث الأعداء عنها. مثلا هناك اليوم هناك من هم منظرون لهذا النوع من الحروب، هناك في أمريكا كتابات، هناك مدارس، هناك أبحاث، هناك دراسات، هناك مشاريع عمل كبرى بهذا النوع من الحرب، هناك لدى الإسرائيلي كذلك، في الغرب كذلك. يعني هذا أمر حقيقي نحن لا ندعي، وهذا مصطلح هم استخدموه هم، إلا فهي الحرب الشيطانية بكل ما تعنيه الكلمة. مصطلح الحرب الناعمة هو مصطلح أمريكي، مصطلح غربي، مصطلح اعتمدوه هم ويرتبط به مشاريع عمل واسعة